رجل كما كان رجل الريال في كل مباريات الريال هذا الموسم، سجل ثانيا وما في تسلل الآن. كريم بنزيما موجود في المكان السليم، كرة جول، كرة جول ثالث للريال، ثلاثية مستحقة لريال مدريد. كريستيانو رونالدو مرة أخرى 3-1 3-1 ريال مدريد، كريستيانو رونالدو ثنائية وهدف رقم 11 في الليغا الإسبانية. فورمولا تنطلق بسرعة، من يستطيع إيقافها؟ اسمها كريستيانو رونالدو. كريم بنزيما حقيقة قدم عمل كبير جدا في المباراة، صنع الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث وأعطى الفارق حقيقة كريستيانو رونالدو يسجل، وبالتالي النتيجة اللي فاز فيها الريال في المباراة الودية